أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين هنأه جلالته فيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية، متمنيا لفخامته دوام التوفيق، من جانبه أعرب الرئيس الروسي عن تهانيه لجلالة الملك المعظم بمناسبة شهر رمضان المبارك.